مساء الخير لكل السادة المشاهدين في مصر وخارج مصر، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أكلات وتكات الشيف حسن على قناة الحياة. زي ما عودناكم بدأنا مع بعض من أول الأسبوع، عملنا كل شيء يخص المسبوع، مهرجان المدارس عندنا مش في أي حتة تانية، عملنا المربات، عملنا طبعا المخللات، وعملنا كمان يا عمي إيه، حطينا شوكولاتة الإسبريت امبارح بحركاتها وتكاتها وتفاصيلها، المربى، وادي كمان المخللات، وادي الشوكولاته الاسبريد بحركات وتكات الشيف حسن قدامي. تعبيها ببطولات صغيره، تعبيها في بطرمانات صغيره، كل التفاصيل قدامك بكل تفاصيلها وحركاتها. استاذ ياسر بيستعرض معاكي زي ما انت شايفه الشوكولاته الاسبريد بالمعالق في المجات اللي انت جايباها لاولادك يفرحوهم، واعملي بقى بطعم الساده، بطعم الفستق، بطعم البندق، بطعم الفول السوداني، الرخامي او البيضه زي ما انت عايزه، كل الانواع قدامك اهو، احتاري واختاري بالانواع. والموضوع سهل، تقدري تعمليها بالميه او باللبن او بالفريش كريم حسب امكانياتك، اعملي زي ما انت عايزه. وكل انواع المربات قدامك، هي بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها. في الاثناء دي تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك، او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38 55 0017. تعالوا نبدا حلقتنا النهارده ونشوف هنعمل ايه يا عم حسن. هنعمل حلاوه النهارده برضه سبريد. سبريد يعني ايه؟ تفرديها على التوست او في السندوتش بكل سهوله. عشان اعمل حلاوه لازم اعمل لها طحينه، اعمل لها طحينه فاتحه غامقه. انواع الحلاوه قدامك، هي حلاوه ساده زي ما انت شايف كده، حلاوه بالقرفه، حلاوه بالشوكولاته، حلاوه بالسوداني، زي ما انت عايز، اعملي اللي انت عايزاه وعبيهم في علب او في بولات زي ما انت شايف. تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحمص اول حاجه السمسم عشان نعمل الطحينه يا استاذ ياسر. كوبايه وربع من السمسم الابيض، واحدة واحدة كده قدامك اهو عشان احمصهم، بعد كده احطهم في كزرولة على النار واحمص فيهم. خدي بالك النقطة المهمة ان انت اللون بتاع الطحينة فاتح او غامق راجع للتحميصة بتاعتك، هو خدي بالك من ده. يبقى حطينا كوباية وربع من السمسم في كاسة على النار سخنة وقلبي فيهم عشان يتحمصوا واحدة واحدة كده مع بعض. بعد ما تحمصيهم هتديهم معلقه دقيق تحمصيها برضو في السمسم وسنه ملح، معلقه دقيق ليه حسن للربط، وبعد كده نص كوبايه من زيت الذره في الكبه او في الخلاط بتاعك. خطواتك كده قدامك اهو كلها. يبقى حمصي السمسم، والسمسم تحميصه مهم جدا جدا عشان يختلط معاكي في الكبه بتاعتك او في الخلاط، لازم تحمصيه كويس جدا جدا، ياخد اللون الذهبي الفاتح ما تغمقهوش، وهو سخن هتحمصي معاه معلقه دقيق وسنه ملح. وبعد كده هنبدا نعلق على اول حلاوه نعملها سبريد. هنعمل حلاوه ساده طحينه، وبعد كده هعمل مرنج للطحينه، هعمل كراميل للطحينه وهعمل كراميل للمرنج عشان تبقى عندي حلاوه طريه اسحبها. لكن الحلاوه البيتي لو عايزه تعملي حلاوه سريعه بقى في بيتك، بتجيبي كوبايه من الطحينه عليها نص كوبايه من السكر بودره، نص كوبايه لبن مكثف، وتقلبيهم مع بعض وتعبيهم في البطرمانات. دي الطريقه السهله، يعني نص كوبايه من الطحينه، نص كوبايه سكر بودره، نص كوبايه لبن مكثف، تقلبيهم مع بعض وتعبيهم بكل تفاصيلك وحركاتك وتكاتك. حمص السمسم بتاعك كده، بعد ما اتحمص وياخد اللون الذهبي الفاتح هبدا احمص معاه. بعد ما خد اللون الذهبي الفاتح كده يا استاذ ياسر قدامك اهو، تعالى كده اروح جايبه معلقه دقيق وعفر بيها السمسم عشان تاخد الحراره اللي في السمسم، ونص معلقه صغيره ملح، يا تركاتك يا استاذ. واحده واحده كده معايا، وبعد كده حمص 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 زي ما انت شايف كده قدامك. يبقى انا حطيت كوبايه وربع من السمسم الابيض، حمصته خد اللون الذهبي الفاتح، وهو بيتحمص وسخن حطيت عليه معلقه كبيره من الدقيق وحمصتها تاخد الحراره، ونص معلقه صغيره من الملح. اتاكدت ان الكلام ده كله دافي كده معايا، بص انا بقى دافي لان هيتجانس معايا ويعمل سمسم بعد ما اديله نص كوبايه من زيت الذره في الكبه بتاعتي او في الخلاط. اتاكد من الكلام ده كله، ما استعجلش عليه. وبعد ما اجهز الطحينه نبدا نركب اول نوع من انواع الحلاوه السبريد، كراميل للطحينه وكراميل للابيض بيض، وهدمجهم مع بعض. واقول السلام عليكم يا استاذه ندى. الو، ازيك يا شيخ؟ صباح الفل يا حبيبي. أنا بحبك قوي والله. ربنا يخليك يا ندى، وانا تحت امرك يا حبيبتي، تحت امرك. انا عايزه اطلب منك طلب. اتفضلي يا ندى. انا كنت عايزه الكيك بالشوكولاته. الصوص الشوكولاته؟ اه. كيكة الشوكولا، حاضر، احلى كيكة شوكولا اقول لك عليها حالا دلوقتي،
عشان تعملي كيكه شوكولا بالفادج باحلى كيكه اسفنجيه، كيكه فادج طبعا، كيكه يكون فيها ماده دهنيه، 5 بيضات، وهتحط لها كوبايتين سكر وشويه سنه فانيليا. على السرعه الاولى هتدوب السكر مع البيض، بعد ما يدوب السكر مع البيض ترفع الخفق على 5 بيضات وكوبايتين السكر، هتنزلهم بكوبايه من زيت الذره، بعد كده كوبايتين من الدقيق، وتحط عليهم نص معلقه من البيكنج باودر وسنه ملح ومعلقه كبيره كاكاو، وتحطيها على البيض والسكر والزيت، وتبقى العجينه تتقل عندك. بعد ما تتقل عندك هتحط عليها كوبايه ميه دافيه هتتحل عندك، بعد كده تعبيها بفورمه تكون مدهونه ماده دهنيه ومتبطنه دقيق، وتدخليها الفرن على درجه حراره 180 لمده 35 دقيقه. دي كيكه الفادج احلى حاجه، وهي خارجه هنعمل لها كوبايه من الكريمه تسيح على النار، وبعد كده هديها كوبايه من الشوكولاته تسيح مع بعض، معلقه سكر ومعلقه زبده، وهي الكيكه بعد ما تبرد اكسيها بالجناش اللي انا احطه عليها ده، وبعد ما تبرد اقطعها واقدمها يا حبيبتي يا ندى، احلى كيكه فادج بصوص الجناش. يا استاذ محمود. الو، السلام عليكم يا عم محمود. عليكم السلام، ازيك يا شيف؟ صباح الفل يا عمي، صباح الفل يا عم محمود. انا بحب حضرتك جدا يا شيف. ده شرف ليا وتاج فوق دماغي من فوق يا استاذ محمود، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. انا بس كنت عايز اعرف طريقه عمل البيتزا. البيتزا هنعمل لك البيتزا الايطالي بتفاصيلها بحركاتها الاسبوع الجاي ان شاء الله، وهقول لك على طريقتها واحنا شغالين. عشان تعمل بيتزا ايطالي بتفاصيلها، 5 كوبايات دقيق جميع الاستعمالات كبيره، معلقه ونص كبيره من الخميره الفوريه، نص معلقه صغيره محسن خبز او شويه خل، معلقتين من العسل الابيض، نص معلقه من الملح، شويه زعتر، شويه روزماري، وبعد كده بتدي لها كوبايتين وربع من الميه تتعجن معاك. بعد ما تتعجن وتتخدم كويس قوي بتقطعها 8 كويرات قد بعض وتغطيهم، وتكون دهن الرخامه بتاعك بشويه زيت وتغطيهم بكيس بلاستيك او بفوطه، وبعد كده بتعمل لهم صوص، يا اما صوص سخن يا اما صوص بارد. الصوص السخن عباره عن زيت زيتون، بصل، ثوم، صلصه طماطم مبشوره، وطبعا شوربه خضار او ميه سخنه، ملح وفلفل وسكر، وتسيبها تقصر. اما الصوص البارد بتجيب طماطم مبشوره بتديها ريحان، تديها زعتر روزماري وملح وفلفل وشويه سكر ومعلقه زيت زيتون، وتضربهم في الكبه. تقدر تعمل بصوص البارد ده صوص كوليه بارد، او تقدر تعمل بصوص اللي يتقصر على النار. بعد ما العجينه تستريح عندك بتفرد القطعه اللي استريحت في صينيه يكون مدهونه زيت، وبعد كده تسيبها تتخمر، وتحط الصوص وتحط الحشو اللي انت عايزه، وترش عليه جبنه موتزاريلا وشويه زعتر وروزماري، فرنك على درجه حراره 250 لمده 25 دقيقه وهي خارجه، اديها شويه زيت زيتون وزعتر وروزماري، وقدمها سخنه بتركاتك وحركاتك يا استاذ محمود. كده اتحمص عندي السمسم يا استاذ ياسر، تعالى نحطه في الكبه بتاعتي واحده واحده كده، وبعد كده نشوف هنعمل ايه، نطحنه. وبعد ما نطحنه معلقه الدقيق دي لازم تكون اتحمصت برده مع الخليط بتاعك ده كده يا استاذ ياسر، وبعد كده تعالى نقفل عليها، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنجيب عندنا السلاح بتاعنا ونبدا نطحن الخطوة دي. يطحن يطحن يطحن، بعد ما تطحنه كده يا استاذ ياسر هنعم. بعد ما ينعم كده خد بالك من التركة دي، اجي الناحية دي واجيب الزيت الدوري. اهم حاجة ينعم الاول، ما تستعجليش، لازم ينعم الاول. كل تفاصيلها وحركاتها وتكتيكها، كوبايه وربع من السمسم، معلقه كبيره دقيق، نص معلقه صغيره ملح، حمصين كويس قوي، تنزل عليهم بكوبايه زيت ذره لحد ما تبقى عندك الخليط اللون فاتح او غامق راجع لتحميص السمسم. يا جمالك يا استاذي، تعالى بقى كده، ادي عملنا الطحينه كده خلاص تمام جاهزه، تعالى بقى نشوف هنركب ازاي الحلاوه. الطحينه جاهزه عندي، تعالى اول حاجه عندي بجيب كوبايه وربع من السكر، كوبايه وربع من السكر الابيض، وبحط عليها نص كوبايه من العسل الجلوكوز الابيض، نص كوبايه من العسل الجلوكوز،
قدامك كده، وبحط عليهم معلقتين ونص من الميه يا استاذ ياسر. خطواتك كده كلها قدامك. يبقى عندي كوبايه وربع من السكر، نص كوبايه كوبايه وربع من السكر، عليهم نص معلقه من العسل، نص كوبايه من عسل الجلوكوز، ومعلقتين ونص ميه. دول عشان الطحينه. وبعد كده تعالى اما نشوف هنعمل عشان المارينج ايه. تلات ارباع كوبايه من السكر حطيتها في كزرول تاني يا استاذ ياسر، واسويها كده، واحط عليها برضو معلقتين ونص ميه. معلقتين ونص من الميه عشان اعمل كراميل عود. على عندك ترمومتر على درجه حراره 116؟ ما عندكيش ترمومتر هوريك العود بتاعه. اسيح هنا السكر مع العسل الجلوكوز مع الميه بتاعتي عشان اعمل عود للطحينه. خدي بالك من التركه دي. يبقى الكراميل دي اللي هنا اللي هي كوبايه وربع من السكر على نص كوبايه عسل الجلوكوز على معلقتين ونص من الميه، كراميل احطها للطحينه. اما الكراميل الثانيه دي هحطها للابيض بيض اللي هعمله في المكنه للمارينج. فخدي بالك من التركات دي. ادوب برضو السكر هنا ومع الميه، وهوريك العود. العود يعني ايه يا حسن؟ يعني التسويه بتاعه الكراميل. خدي بالك من التركه دي. يبقى خطواتك كده قدامي كلها، تفاصيلها حركاتها وتكاتها كله كده قدامك اهو. بعد كده هنبدا نسوي الكراميل بتاعتي على الهادي، والطحينه بتاعتي كوبايتين ونص بقى من الطحينه اللي انا عملتها عشان اعمل حلاوه بالطعم الساده، كوبايتين ونص. اهم حاجه بعد ما اقلب السكر اجيب الحروب بتاعتي دي عشان ما يبقاش عليها اي حبوب وتسكر معايا. خدي بالك من التركه دي. ما عندكيش فرشه، منديل بالليه ميه ساقعه وتحركي فيه كويس قوي عشان تتاكدي ان ما يكونش فيه حبيبات سكر. ودوب السكر مع العسل الجلوكوز مع الميه كويس قوي، وبعد كده نضفي الحروف وسيبيه يغلي يعمل كراميل بيضه. عندك ترمومتر على درجه حراره 116؟ ما عندكيش ترمومتر هوريكي العود دلوقتي استوى ازاي. يبقى خطواتك كده كلها قدامك، تفاصيلك قدامك، حركاتك قدامك. التركه المهمه بقى، فصلت البيض عن الاصفر بيض، الابيض بيض عن الاصفر بيض، وحطيت الابيض بيض، وحطيت الابيض فين يا عم ياسر؟ حطيت الابيض بيض بتاعي في الثلاجه. ليه في الثلاجه؟ عشان يساعد عمليه الخفق، يبقى عندي مارينج. يبقى ده الكوبايه الا ربع من السكر دي مع معلقتين من الميه دول لايه؟ للمارينج. خدي بالك من التركه دي. بعد ما اعمل ده تعالى بقى اوريك الابيض بيض في الثلاجه يا استاذي عشان تشوفه بتركاتك وتفاصيلك وحركاتك. كده زي ما انت شايف كده قدامك اهو، السكر داب كويس مع الميه، اسيبه يغلي ويعمل عود. عندك ترمومتر زي ده؟ ترمومتر زي ده؟ ادي الترمومتر اهو، ده الجراب بتاعه عشان تحتفظي بيه. عندك الزرار ده يقلب لك يعمل لك باور، والزرار الثاني يقلب لك فرنهايت او درجه حراره سي. فانت اشتغل على السي على 116. لو عندك الترمومتر ده 116 تحطيه جوه الحراره، درجه حراره 116، وهوريك 116 يعني ايه عود. لو انت عملت تيست بمعلقه العود يعني الكراميل بتاعك تبقى نازله تقيله، خدي بالك. لكن العود في الكراميل الغامقه تقف عندك ما تنقطش، خدي بالك من التركه دي. ادوب السكر كويس قوي مع الميه وسيبها تغلي تعمل عود عندي. وحاطط عندي التلات بيضات في المكنه في الثلاجه. اهم حاجه اروح ماسحه الحروب بتاعتي دي كده واتاكد كده. اجي هنا الكراميل بتاعت ان ايه الطحينه يا استاذ ياسر، زي ما انت شايف كده قدامك اهو بدات تغلي، وانضف الحروب بتاعتها كويس واتاكد ان كله داب مع بعضه. العسل الجلوكوز نص كوبايه، وكوبايه وربع من السكر، ومعلقتين ونص من الميه، كده جاهزه. والكاميرا جوه الكزرول اللي قدامك اهو، نضفي التفاصيل دي كده قدامك. حاضر، تعالى كده زي ما انت شايف الطحينة بتاعتنا، تعالى كده أصبها في البطرمان بتاعها. تعال شوف كثافتها ولونها. يبقى كوباية وربع من السمسم حمصتها، معلقة من الدقيق، وبعد كده سنة ملح خفيفة في الكبة لحد ما ينطحن، وتنزلي عليه بزيت ذرة لحد ما تعملي احلى طحينه في البيت بكل تفاصيلك وحركاتك وتكاتك يا استاذي. زي ما انت شايف كده قدامك التفاصيل. يبقى الطحينه جاهزه
والكراميل جاهز. ارجع هنا ابص على الكراميل الاولى بتاعت المارنج، اتفقنا 116، وهوريك بعد ما تحقق 116 يعني العود عامل ازاي. تقدر تجيبها اهو قدامك اهو 106 106 برضو احتراف، 108 بدأت 109 اهيت، وهوريك العود تعملي تيست بالمعلقة. وهنا برضو انا عايز 116، هنا نطقت اهي، نطقت اهي كده جاهزة خلاص اهي كده 116. تعالى بقى 116 اهي يا تفاصيلك، اركنها بقى، تعالى نعمل التيست، التست بالمعلقة. تعالى نعمل التست. لو انت ما عندكيش ترمومتر هتاخدي بصي معلقة وتحطيها في الكراميل كده، وبصي العود بتاعها يعني واقف اهو، بصي هو ده العود. بصي العود قدامك هو ده التريكة، خدي بالك ده العود استوى كده. تعالى هنا خلاص عندي، تعالى بقى اجيب التلات بيضات، الابيض بيض من الثلاجه عشان يكونوا خدوا تبريد يساعدوني في عمليه المرنج، واحطهم في المكنه ناشفه ونظيفه والمضرب ناشف ونظيف، وادي له سنه ملح او كريم اوف ذا تارتار لو عندي كريم اوف ذا تارتار. ادي الثلاثه بيض اهم حطيتهم في المكنه، وادي اشغلهم، اديها وانا بشغلها كده سله ملح ناعم او كريم اوف ذا تارتار، واعلي عليه، وتعالى نشوف الكراميل دي برضو يا استاذ ياسر. جابت 116، تعالى اما نشوف العود برضو يا استاذ ياسر عشان بالمعلقه تعمليها، بالترمومتر تعمليه قدامك اهو. بص العود، ادي العود قدامك ثابته اهو، كراميل ثابت اهو يا جمالك يا عمنا. بعد هنا ما المرنج بدا يعلى، خدي بالك اهوت الثلاثه ابيض بيض بداوا يعلوا، لازم يعلى الاول جواه المكنه اهو. ابدا انزل ايه جوه الابيض بيض، الثلاث ابيض بيض مع ذره الملح او كريمه في زترتار، انزل عليه بالكراميل البيضه دي كده اهو، يعمل مرنج، اسوي الابيض بيض. يا تريكاتك يا تفاصيلك. تعالى بقى على ما ده يعلى نعمل الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه ايه يا عم حسن؟ عندي الكوبايتين ونص من الطحينه احطهم في وعاء واسع، خد بالك اهو. وعندي الكراميل اللي انا عملتها بعسل الكلوكوز. دي عندي بس الكراميل دي اللي انا عملتها للمرنج، عملتها ثلاث ارباع كوبايه من السكر، واحط عليها معلقتين من الميه وادوبهم وحد ما يغلوا يعملوا عود ما ينقطوش، واضيفها على ثلاثه ابيض بيض مع ذره من الملح. لكن الكراميل ديت حطيت لها كوبايه وربع من السكر، نص كوبايه كبيره من عسل الكلوكوز، واديتها كمان ايه يا عم حسن؟ معلقتين ونص ميه، دوبتهم ورفعها حر عملتها عود. المرنج جاهز عندي كده يا استاذ ياسر، قدامك اهو، دي الكراميل قدامك. تعال اخد الكراميل دي كده، خدي بالك من التركه دي، اضيفها على اللي ايه الطحينه، كوبايتين ونص من الطحينه، واقلبها اقلبها 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 اقلبها. بقى عندي الخليط بتاعي قدامك اهو، بيقول لك يا تفاصيله وحركاته يا تكاته كده، جاهز كده اقلبه مع بعض. ده عندي اساس الحلاوه الطحينيه اللي هي طبقات طبقات. تعالى بعد كده المرنج عندي استوى، اروح جايه يا استاذ ياسر واخداه وضيفاه على الخليط ده. ادي الخليط بتاعي جاهز، اضيف عليه الابيض بيض كده بعد ما اديته سويته بالكراميل، وابدا اقلب من تحت لفوق، واجيب العلب بتاعتي عشان ايه. بص خد بالك اهو الحلاوه، هي بتقول لك يا تركتها يا تفاصيلها. التقليبه دي بتعمل لك طبقات في الحلاوه، خدي بالك من دي، طبقات في الحلاوة. التقليبة من تحت لفوق دي تعمل لك طبقات في الحلاوة. هنعمل لك بطعم السادة، بطعم القرفة، بطعم الشوكولا، بطعم الفول السوداني. احتاري واختاري بين الأنواع اللي انت عايزاها في الحلاوة الطحينية السبريد، بتفاصيل وتريكات الشيف حسن.
زي ما انت شايف كده الخطوات كلها قدامك اهو، الابيض بيض اندمج كله جوه الطبقات بتاعته. تعالى بقى عبيه في العلب بتاعته وهو انسيابي كده يا استاذ ياسر. عبي وطبقاتك طبقاتك طبقاتك طبقاتك. تقدري تعملي ساده، تقدري تعملي بالقرفه، تقدري تعملي شوكولاته. واجيب واحده تانية، وده هدناها عندي، دناها عندك في الدولاب تعيش، ما يجرالهاش اي حاجه. تقعد قد ايه يا ام حسن؟ تقعد شهر واتنين ما تخافيش خالص، لانها معموله صح، الكراميل مستويه صح، المرنج مستوي صح، مفيش اي حاجه تفسد فيها خالص، لان العود اللي احنا عملناه في الكراميل الاولى والكراميل الثاني ده يموت اي حاجه بكتيريا فيها. استاذه مروه. ايوه السلام عليكم يا شيخ. وبركاته يا هاني. ازي حضرتك؟ كل بون والحمد لله. انا المفروض يسموا البرنامج ده برنامج الاستاذ. ربنا يخليك يا استاذه مروه. بجد والله يا شيخ. ربنا يخليك. يعني انا بقعد قدام حضرتك زي برامج تعليميه والله. هو ده هدفنا، مش انا مش طالع اكسر بصل وارمي لك في الحله واقلب بالحله. أيوة في الطبق. يعني انا بشوف ناس خبط وقلب كده. مساء الخير يا غريب، وصباح الخير سقي ورقي. ايوه ربنا يديك الصحه يا شيخ. تحت امرك يا هاني. انا كنت بس عاوز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. هو ممكن اعمل مخلل من غير ملح عشان الضغط يعني بليمون بس؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش خالص. هقول لك حاجه. أيوة. ممكن تقللي الماده الملح، لكن لازم يبقى فيه ملح مع الخل، يعني تقلليه. بالظبط. طب يا شيف اطلب برضو من حضرتك طلب تاني. اتفضلي يا هاني. بالنسبه لسندوتشات الولاد انا مش عاوزه اديهم عيش فينو ابيض. ايوه. يا ريت حضرتك تعمل لنا عيش صحي اسمر يعني. بص هقول لحضرتك، عشان اعمل لك عيش بالبراون بريد اسمر هيبقى غالي عليكي، لان البراون بريد الاصلي غالي، تكلفته غاليه، لكن المضروب في السوق ده ما انصحش بيه. زي ما انت بتقولي بتروحي تجيبي عيش السن من الفرن، العيش السن في الفرن ده مش صحي خالص، لان لو اتعمل برده لا يمكن يتفرد ولا يمكن يطلع. انت بتجيب العيش طالع كده، ففي 75% دي ابيض وبيحط عليه 25% رده وبيغش الناس اللي عندها سكر او بتعمل ريجيم. لا دي نقطه مهمه جدا، العيش السن الفرن ده مش صحي خالص، ازقزي بيه بس مش اكتر من كده، لكن مش بالرده خالص. لو بالرده ما ينفعش في فرده، بيبقى ناشف في الفرده وما يقبش معاكي زي ما انت بتشتريه كده. ولو انا عملت لك براون بريد هيبقى غالي عليكي جدا جدا، وده مستورد، البراون بريد مستورد، وانت عارف اي حاجه مستورده طبعا بالدولار، والدولار غالي طبعا زي ما انت عارف. بس هعمل لك حاجه اكل، هعمل لك خبز صحي من عندي قبل العندي. يبقى عملت اول حاجه ايه يا عم ياسر؟ عملت اول حاجه الحلاوه الطحينيه الساده السبريد، خدي بالك مش عاديه. لو عايزه تعمليها عاديه بتجيبي كوبايه من الطحينه، كوبايه من سكر البودره، كوبايه من لبن المكثف، بتقلبيها مع بعض وبتعمليها. استاذ خالد. السلام عليكم شيف حسن. وبركاته يا عم خالد. اخبارك ايه يا فندم؟ كله بون والحمد لله يا استاذ خالد. تسلم ايديك وعينيك روائع يا شيف حسن والله. ربنا يخليك يا عم خالد، ربنا يخليك. الله يخليك. شيف حسن عندي بس تعليق على حاله الشوكولاته بتاعت امبارح. اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. حضرتك عملت رو كماده ربط وتغليظ قوام. ايوه. دقيق وزبد. زبد او صح كده؟ ايوه استاذ خالد. اوكي يا فندم مع حضرتك. طب دلوقتي لو في طفل ربنا يشفي الجميع عنده حساسيه ضد الجلوتين. الجلوتين ايوه. يعني دلوقتي حضرتك تنصح بايه؟ ماده ربط قوام غير الدقيق؟ بص بقى ابعد خالص عن دي خالص، وهنروح للفريش كريم، وهتبقى كوبايه فريش كريم مع معلقه زبده مع معلقه من السكر مع سنة فانيليا مع كوبايتين من الشوكولاته الساده. هسخن الفريش كريم مع السكر مع الفانيليا مع الزبده، يغلوا اروح نازله عليها بالكوبايتين الشوكولاته واقلبهم واركنهم على طول عندي السبريت الطبيعي خالص اللي هي بتاع المحترفين. حقيقي هتربط شيف حسن؟ هتربط؟ هتربط وتبقى احلى من الطبيعيه دي خالص. تتحط في الثلاجه بقى صح؟ الثلاجه بره هتدناها معاك زي الفل. كتر الف خيرك يا شيف. تحت امرك، بس لازم تغلي الفريش كريم او اللبن. شكرا. يعني تقدر تعملها يا استاذ خالد بالفريش كريم او باللبن، وتطعمه زبده وسكر وفانيليا، يغلي تضيف لها الشوكولاته الساده وتقلبها وتصبها في البطرمانات بعد ما تبرد، تعينها في الدولاب في الثلاجه زي ما انت عايز. يبقى بدأنا حلقتنا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا مع بعض نعمل الشوكولاته الاسبريت بتركات وحركات وتفاصيل الشيف حسن. عملنا ايه؟ جبنا كوبايه وربع من السمسم، حطيناهم في طاسه على النار لحد ما اتحمصوا وخدوا اللون الذهبي الفاتح، ضفت لهم معلقه كبيره من الدقيق حمصتها معاه، نص معلقه صغيره من الملح اتحمصوا، حطيتهم في الكبه طحنتهم كويس، بعد ما طحنتهم كويس ضفت عليهم كوبايه زيت ذره واحده واحده كده جاهزه عندي. رحت رايح عامله ايه؟ عامله كراميل للايه؟ للطحينه، عباره عن كوبايه وربع من السكر، نص كوبايه كبيره من عسل الجلوكوز، معلقتين ونص من ميه،
عمل العود بتاعي اللي انا وريته لك او على درجه حراره 116 لو عندك ترمومتر ضفتها عليه. في الاثناء دي كنت معلقه 3/4 كوبايه من السكر مع معلقتين من الميه، عمل عود برضو بعد كده 3 بيضات في المكنه مع ذره من الملح، علي المرنج الابيض بيض نزلت عليه لحد ما استوى ضفتهم على بعض وطلعوا بالشكل ده. بنقول التريكات والحركات لها ناسها، انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا، بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم استكمال لمهرجان مدارسك عندنا، بدأنا من يوم السبت اللي فات عملنا المربات، عملنا المخللات، عملنا كمان الشوكولاتة الاسبريد، والنهاردة هنعمل مع بعض الحلاوة الاسبريد بكل تريكات وحركات شيف حسن. بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم عشان نعمل حلاوة لازم نعمل طحينة، تقدري تعملي طحينة أو تشتري طحينة زي ما أنت عايزة. جبت كوباية وربع من السمسم نقيته كويس، حمصته في كزرول على النار، بعد كده ضفت له معلقه كبيره من الدقيق حمصتها، نص معلقه صغيره من الملح، تاكدت ان هو اتحمص وهو سخن، حطيته في الخلاط او في الكبه، طحنته كويس جدا. بعد ما طحنته ضفت له ايه؟ كوبايه من زيت الذره واحده واحده، وادي مقاديرها قدامك صوري واكتبي لحد ما اتطحن. بعد كده عملنا ايه؟ بدانا نركب التكنيك بتاع حلاوه طحينه السبريت اللي هي انت بتمسحيها في السندوتشات او بتفرديها على التوست زي ما انت عايزه. عملنا ايه؟ عملنا كراميل اوليه للطحينه، كوبايه وربع من السكر، نص كوبايه كبيره من عسل الجلوكوز، معلقتين ونص من الميه، دوبتهم صح الصح ورفعتهم على النار يغلوا. بعد كده عملوا درجه حراره 116 او عود زي ما انا وريت لك ازاي بمعلقه كراميل تقف وتثبت، وفي نفس الوقت ضفتها على الطحينه. وبعد كده رحت في المكنه نظفتها وغسلتها ونشفتها يوم المضرب، حطيت فيها 3 ابيض بيض ساقعين، ذره ملح، ضربتها عليت شويه، كنت عامله لها كراميل، 3/4 كوباية من السكر، معلقتين من المية، دوبتهم كويس وغليوا، عمل عود برضو أبيض، بعد كده ضفتها عليه وضفت ده على ده وصبيته في العلب. نقول يا أستاذة هنا سلام عليكم. أستاذة هنا. ألو. عروستنا ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. تحت أمرك يا هنا. ازيك يا شيف حسن؟ كله زي الفل بنفس حضرتك يا أستاذ. أنا بحبك قوي قوي والله. وأنا بموت فيك يا هنا، ربنا يخليك لي يا حبيبتي. عايز اسالك على طريقه الحمام الكذاب. طب بصي بصي وطي التلفزيون وهقول لك الحمام الكذاب. الحمام الكذاب ده ما اسموش حمام كذاب، اسمه تشيكن توكابي، اللي هو نص الفرخه بنلفه بخلطه الرز وبنعمله. كلمه الحمام الكذاب ده مساء الخير يا غريفي، صباح الخير سقي ورقي، ما اسموش حمام كذاب، لان لو واحد حمام كذاب يعني ارخص من الحمامايه، عشان تجيبي نص فرخه وتعملي لها الحشو وتلفيها باللفه اللي احنا بنعملها اسمه تشيكن توكابي، تشيكن توكابي اللي هو الفراخ التوكابي بحشوه التوكابي. هقولها لك بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها يا استاذي. تعال نركب يا عمنا، هنعمل بالقرفه وهنعمل كمان بالشوكولاته. عشان نعمل بالقرفه بعمل ايه؟ كوبايتين ونص من الطحينه اهم يا استاذي، كوبايتين ونص من الطحينه، وبعد كده هعمل لهم كراميل، كوبايه وربع من السكر، واحط لها معلقتين ونص من الميه، معلقتين ونص من الميه، واحط لها نص كوبايه من العسل الجلوكوز، نص كوبايه من العسل الجلوكوز. وعشان اشيل عسل الجلوكوز لازم يكون الاسباتيول اللي انا استعمله مبلول ميه، وادوب العسل الجلوكوز مع السكر مع الميه كويس. ده الكراميل الاولى دي لايه حسن؟ الكراميل الاولى دي عشان الايه؟ الطحينه. الطحينه ادوبها كويس وانضف الحروف بتاعتي كويس وارفعها على النار. خدي بالك من التركه دي، لازم تكون الحروف نظيفه وادوبها كويس قوي وما استعجلش عليها. يا ام نغم، يا ام نغم وطي التلفزيون يا ام نغم بعد اذن حضرتك. الو يا ام نغم، مش معانا ام نغم، حاولي اتصلي بينا تاني يا فندم. اهو عندك، اهو عندي كوبايه وربع من السكر، نص كوباية عسل جلوكوز، معلقتين ونص من المية، أدوبهم صح. بعد ما أدوبهم صح كده أنضف الحروف وأرفع النار بتاعتهم. وبعد كده الكراميل التانية اللي هحط فيها القرفة، خدي بالك دي الكراميل هحطها للقرفة للمارنج. عندي 3/4 كوباية من السكر، معلقتين من المية، وادوبهم كده يا استاذي. بعد كده هنبدا مع بعض نشوف التكنيك، ادوب
المعلقتين مع 3/4 كوباية من السكر عشان اعمل بطعم القرفه، وهعمل لك كمان بطعم الشوكولاته. خطواتك كده كلها قدامك، اهم حاجه تحترمي التكنيك، تعملي الحاجه الصح، في الاخر النتيجه هتطلع لك صح. يبقى عندي هنا استاذه مروه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذه مروه. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ صباح الفل يا استاذه مروه، نهارك قشطه ان شاء الله. الله يخليك يا شيخ، انا بسلم عليك وبحب اتفرج عليك على طول والله. ده شرف ليا يا استاذه مروه، وتكفؤ دماغي من فوق والله، وربنا يديك الصحه والعافيه. الله يخليك من ذوقك والله، وانت زي حضرتك. الحمد لله يا استاذه مروه، انا تحت امر حضرتك. الله يخليك، لا بصبح بس على حضرتك وبسلم عليك. ربنا يخليكي ليا ويديك الصحه والعافيه، وربنا يخليكي في ليا والله، ربنا يديك الصحه والعافيه. زي ما انت شايف كده استاذي، دوبت السكر والعسل والجلوكوز والميه. اهم حاجه انضف الحروف بتاعتي كويس بفرشه او بمنديل مبلول ميه، وبعد كده ابدا اقول لك هنعمل ايه للشوكولاته. بنفس الطريقه دي على ما ده يغلى اروح للشوكولاته. الشوكولاته برضو 1.25 كوباية من السكر زي ما انت شايف كده قدامك، احط لها 2.5 كوباية، 2.5 معلقة من الميه، وبعد كده 1/2 كوباية من العسل الجلوكوز عشان اعمل للشوكولاته، 1/2 كوباية من عسل الجلوكوز. اما الكراميل الثانيه 3/4 كوباية من السكر ومعلقتين من الميه، واقول سلام عليك يا استاذ احمد. سلام عليكم يا شيخ حسن. صباح الفل يا عم احمد. منور الدنيا كلها يا شيخ. ده نور حضرتك يا استاذ احمد. والله منور الدنيا، وانا كل شويه لازم عاوز اكلمك كل يوم، بس ما عايز اجمعش معايا الرقم والله. ده شرف ليا يا عم احمد، وتكفؤ دماغي من فوق. الله يبارك لك يا شيخ حسن، كنت عايز اعرف منك درجه الكيكه الاسفنجيه. بس الكيكه الاسفنجيه سهله يا عم احمد خالص، اقول لك عليها. حاجه ثانيه غير الكيكه الاسفنجيه؟ عاوز اعمل اهداء لام مكه ومكه زوج. ام مكه ومكه. ام مكه دي المدام بتاع حضرتك؟ اه، ومكة اللي ربنا كرمني بيها بعد 7 سنين والله. ألف مبروك بمكة، بس أنت كنت بتقول أم مكة الأول ومكة بعدين، أنت خايف من أم مكة؟ جابت مكة يا شيخ. ربنا يخليها لك، بس الأول برضه بنتك ودمك ولحمك. ربنا يخلي مكة وأمها، بنعمل أحلى تحية لأم مكة، بس أنت تروح تاخد هدية لأم مكة وأنت مروح. بنقول لك ألف مبروك عليك مكة، وربنا يخليك مكة وأم مكة ويخليهم ليك يا فندم. تحت أمرك. الكراميل اللي هنا بدأت تغلي، وهنعمل لها تيست العود. وعندي هنا برضو الكراميل بتاعتي دوبتها بتاعه الشوكولا. خطواتك كده كلها قدامك اهو. اعملي حاجه واحده، انا بعمل حاجتين معاكي عشان وقتي، لكن اعملي حاجه واحده ووقفي كده فنني فيها، هتطلع معاكي زي الفل. تعالى بقى هنا اجيب الابيض بيض عشان اعمل ابيض بيض. اول حاجه ليه ده؟ عندي الابيض بيض لازم يكون في الثلاجه عشان ياخد تبريد يساعدني على الفوليوم. فوليوم يعني ايه يا عم حسن؟ يرتفع معايا. مين معانا يا استاذ ياسر؟ يا استاذه ماجده. السلام عليكم. وبركاته يا استاذه ماجده. ازيك يا استاذ حسن؟ صباح الفل يا استاذه ماجده. والله منور الدنيا، وانت برنس المطبخ العربي صراحه. ربنا يخليك لي يا استاذه ماجده. والله العظيم كنا محرومين منك بجد، وربنا يجعله المطبخ ده سعيد عليك وعلى اولادك يا رب، وتساعدنا بمواصفاتك الجميله المبهره. الواحد بيشوفها كده بيحس ان في حاجه كده خيال كده بصراحه. هو ده اللي يهدفنا، ان انت تنبسطي ونكون ضيوف خفاف على قلبك في البيت، ونديكي معلومه وفكره وحاجه جميله تسعدي بيها. ربنا يخليك يا استاذ حسن، وربنا يخليك لينا يا رب. امين يا رب. امين يا رب. ربنا يخليك كده بمواصفاتك كده. الف الف شكر يا استاذ. كل اهل الواد الجديد بيسلم عليك. سلم لنا عليهم حبايبي، كل الواد الجديد كله سلم لنا عليهم واحد واحد. ربنا يخليك. تحت امرك يا فندم، تحت امرك يا فندم. اول نوع عندي اهوت هنعمله بايه؟ بالايه؟ بالقرفه. القرفه حطها فين يا عم حسن؟ بص الكراميل دي بعد ما تعمل عود، لسه ما عملتش عود اهو. التست بتاعها اوريه لك اهو، لسه ما عملتش عود. يعني ايه؟ بتنقط، ما ثبتش عندك اهو. اول ما يثبت تعرفي ان هو استوى. هنا اهو لسه برضو محتاج كمان سنه. يا جمالك يا استاذ ياسر. عندي هنا اللي ايه؟ 2.5 كوباية من الطحينه اللي هعملها بالقرف. قدامك اهو 2.5 كوباية. واول الكراميل دي ما تستوي عندي، اخدها
ونشوف اخبار الترمومتر. الترمومتر على طول جاهز، طلع على طول اهو يا استاذ ياسر، 107 110 11 12 13 14 15 يا جمالك وفضل الله التريك 16000 16 اهو. تمام جاهز كده، وحطيت الابيض بيض وسنه الملح. تعالى بقى كده يا استاذي اروح حاطه الكراميل دي، تاخد نفسها الاول ما تستعجليش، تاخد نفسها وتتجانس وبعد كده تنزليها واحده واحده. يا تريكاتك على ما تستوي دي بقى. الكراميل هنا دي عملت عود، الكراميل بتاعت الايه بتاعت الطحينه عملت عود اهو. اعمل ايه يا عم حسن بعد ما عملت عود؟ معلقه كبيره من القرفه واخدها بره النار كده تاخد نفسها واطعمها بيها. يا ريحه القرفه، يا تريكاتك، يا حركاتك، يا تفاصيلك يا عم حسن. ريحه القرفه بتقول يا جماله. تعالي ندخل الكلام ده كله مع بعضه. بقى عندي طعم القرفه في الطحينه، اروح جايه مكمله الخليط ده كده. ايه تاني يا حسن؟ بعد ما اندمج كده اروح رايحه جايبه المرنج. المرنج بتاعي استوى، ثلاثة ابيض بيض وذره ملح والسكر بتاعي هنا بدا يستوي، اركنه جانبا كده عشان ما يعملش اكتر من 116 ويغير لون الحلاوه. تمام كده، اروح جايه واخده المرنج بتاعي وضيفاه. فين يا حسن؟ هنا اهو. تعالى كده شوف المرنج المستوي اللي بيقول لك يا تريكاته يا تفاصيله وحركاته قدامك يا جمالك. تعالى نعمل طبقات. طبقات ازاي يا حسن؟ كده اهو، ادخل من تحت لفوق كده الخليط بتاع الطحينه والكراميل بتاعتها بطعم القرفه وادخلها كده. جاهزه؟ جاهزه. اصبها؟ اصبها، بس بعد ما اعمل طبقات العلب واحده واحده كده زي ما انت شايف. وبنفس الطريقه اروح اعمل الشوكولاه بس بعد ما ادخل الطبقات كلها مع بعض. تعالى اما نعبي العلبتين بتوعنا. بص طبقاتك يا استاذي، تعالى نعمل العلبه الثانيه. احلى حلاوه تعمليها في بيتك والريحه الجميله دي تبقى في بيتك، مش مستغني مش محتاجه تجيبي حاجه من بره. واجيب الباقي ده احطه على هنا. بقى عندي الشوكولاته بطعم القرفه يا جمالك. تعالى نعمل بطعم الشوكولاته. طعم الشوكولاته ازاي يا عم حسن؟ نفس الكلام اهو، اجيب هنا عندي كوبايتين ونص من الطحينه وعندي الكراميل الاولى اللي هي ايه؟ اجي هنا كده اشوف عملت ايه؟ عملت العود ولا لسه؟ الكراميل الاولى اللي هي كوبايه وربع من السكر، حطيت عليها نص كوبايه من عسل الجلوكوز معلقتين وميه دوبتهم عشان اعملها عود، لسه كده ما عملتش عود. اروح واخده الاسباتيول بتاعي ومضيفه عليهم كوبايتين من الطحينه اللي احنا عملناها بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها قدامك اهو. اجهزها وبعد كده احط الثلاثه ابيض بيض في المكنه واسحب الكراميل بتاعتهم هنا اهو. المكنه ناشفه ونظيفه. تعالى كده اهو يا استاذ ياسر، نجيب الابيض بيض اللي احنا فاصلينه وحاطينه في الثلاجه عشان يساعدنا نعمل ايه؟ نعمل فوليوم. والمكنه ناشفه ونظيفه والمضرب ناشف ونظيف. احط الثلاثه ابيض بيض في المكنه واحط عليهم ذره ملح او كريمه في زيتارتار يا تفاصيله، واعلي عليها الخفق على الاخر. ارجع هنا الكراميل بتاعي ابص عليها واقول سلام عليكم عم حسين. استاذ حسين. الو يا استاذ حسين، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف حسن؟ عامل ايه؟ صباح الفل يا عم حسين. منور والله يا شيف. ده نور حضرتك يا عم حسين. الله يخليك يا شيف وتسلم ايدك والله يا شيف حسن. ربنا يكرمك يا عم حسين.
الله يخليك. انا عايز اسال بس الاول، انا بشكر الاخت والاستاذه الاستاذه نانسي يعني على المعامله الطيبه احنا كل مره تعملها لنا. احنا احنا موجودين كلنا يا استاذ حسين من اجل اسعادكم جميعا. ربنا يبارك فيها ان شاء الله كده، وربنا يسعدها دايما ان شاء الله. امين يا رب العالمين يا رب، امين يا رب. الله يخليك. امورني يا عم حسين. عجينة البيتزا بعد اذنك يا شيف. البيتزا البيتي ولا البيتزا الايطالي؟ لا العادية، البيتزا العادية. البيت البيت. حاضر حاضر. البيت حاضر هقول لك عليه. بنعملها وبتنشف كده مش عارف. لا هقول لك اعملها لك سبونشي يعني طريق اسفنجي تحت امرك، ويتكل اسفنجيه جاني على سؤال. تعالى بقى هنا الكراميل اللي فيها العسل الجلوكوز وصلت العود، اروح جايه ضيفلها معلقه كبيره من الكاكاو عشان اعمل ايه؟ شوكولاه. وبره كده تاخد الشوكولاته تاخد الطعم، انا زي القرفه بالظبط، وقلبها مع بعض كده تاخد الطعم كويس. بعد ما تاخد الطعم وتقلبها كده يا استاذي قدامك اهو التفاصيل، وتندمج الشوكولاته مع الكراميل اللي فيها العسل الجلوكوز، والكراميل الثانيه مع الابيض بيض عملت مارينج. اتاكد كده اهو ان الكراميل بتاعتي تجانست. اجي انزلها كده يا استاذ ياسر على الطحينه وادخلها في بعض يا تفاصيلك، واجيب كله ما سيبش حاجه عشان عندك ادي ثالث صنف بطعم الشوكولاته. عايزه تديله شوكولاته حبوب تديله شوكولاته حبوب، مش عايزه مش عايزه. المارنج استوى عندي اهو، تروحي جايه بص المارنج ناجح. يعني ايه عامل منقار؟ يعني ايه منقار اللي انت شايفاه قدامك ده؟ هو ده المنقار، المارنج ناجح. هو ده تفاصيل المارنج، هو ده المنقار ده، هو ده. تعالى ناخد بقى المارنج بتاعي ده واضيفه على الخليط بتاع الشوكولاته، واتفقنا تحطي حبوب شوكولاته، قطع شوكولاته ساده، قطع شوكولاته بيضة، زي ما انت عايزه. كل التفاصيل اتعملت قدامك، عملت لك بالساده، وعملت لك بالقرفه، وعملت لك بالشوكولاته. الاساسي بتاعها الطحينه عملتها لك، كوبايه وربع من السمسم حمصتها بعد ما نقيته، بعد كده ضفت لها معلقه كبيره من الدقيق واديتها سنه من الملح، اتحمصوا كويس، حطيتهم في الكب او في الخلاط، بدات انزل عليهم بزيت الذره لحد ما خد معايا الدرجه دي. عملت كراميل اولى وكراميل ثانيه زي ما انت شايف كده تفاصيلك. انا عندي نص العلبه الساده دي، تعالى شوف احط لها نصها ايه؟ شوكولاته. عشان ايه؟ يبقى عندك ساده وشوكولاته. قدامك التفاصيل، اوزعها سبريد خالص، واروح جايبه شويه شوكولاته حبوب كده يا عم ياسر. بص تركاتك وحركاتك عشان تدلع عيالك، واروح جايه حطها لك هنا. تعالى نجيب العلبه الثانيه، وتقدري تحطي جواها تقدري تحطي جواها زي ما انت عايزه. اهم حاجه الشوكولاته المرنج ده عامل طبقات اهو قدامك، اهو طبقاتك قدامك اهو. يبقى الموضوع سهل جدا، تقدري تعملي شوكولاته بالاطعمه كتيره في بيتك، وتمتعي عيالك بكل تفاصيلك وحركاتك وتكاتك. وبرده شويه شوكولاته حبوب. يبقى عملنا لك الطحينه، عملنا لك شوكولاته ساده، عملنا لك حلاوه ساده، حلاوه بالقرفه، حلاوه بالشوكولاته. يا ام ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف حات؟ صباح الفل يا ام ناصر يا غاليه. الله يغلى مقدارك، الله يديك الصحه، كل سنه وانت طيب. وحضرتكم جميعا طيبون يا ام ناصر. الله يخليك. انا والنبي عاوزه طريقه عمل عشان البيتزا اللي بتطلع مني ناشفه. حالا هقول البيتزا اهو. حاجه تاني البيتزا والكيكه الاسفنجيه، معايا وقت يا استاذ ياسر؟ تعالى مع بعض نعمل عندنا بيتزا سبونشي. يعني ايه سبونشي؟ طريه. لكن البيتزا الايطالي اللي هي البيتزا الكريسبي لانها رفيعه ومتخمره. عشان اعمل بيتزا سبونشي تعالى اما نجيب 5 كوبايات من الدقيق، وبديلهم كوبايه كبيره من الزبادي، بديها معلقتين من زيت الذره او زيت زيتون، بديها معلقتين من السكر، بديها نص معلقه من الملح، بديها معلقه كبيره من من الخميره الفوريه، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. يعني بيكنج باودر وخميره في البيتزا يا حسن استعملي وادعي لي. يبقى دقيق نمره 1، يبقى زبادي،
يبقى سكر، يبقى كمان شويه زعتر وشويه روزماري ومعلقه خميره ومعلقه بيكنج باودر ونص معلقه ملح ومعلقه زيت او معلقتين زيت ذره او زيت زيتون. بعد كده نص الكميه بتاعه الدقيق ميه وتنزلي عليها بالراحه، هتلاقي عندك عجينه طريه ما بتلزقش في ايديك، تغطيها وتريحيها، تاخدي نص العجينه دي تفرديها على صاج بتاع مقاس الفرن بتاعك وتسيبيها تخمر. بعد ما تخمر بتجيبي شويه صلصه طماطم، بتديها معلقه كاتشب وتقلبيها مع بعض، وتفردي الصلصه مع الكاتشب على الصاج بتاعك اللي احنا حطينا فيه العجينه بعد ما خمرت، وتحطي الحشو بتاعك وتحطي شويه فلفل الوان اصفر اخضر احمر، شويه طماطم، بعد كده تحطي الحشو وتحطي جبنه موتزاريلا وتزقيها في الفرن على درجه حراره 200، وهي طالعه تقطعيها بقى مربعات مثلثات تستمتعي بيها. بعد ما تبرد تبقى معاكي اسفنجي خالص سبونجي. بعد ما عملنا الحلاوه الطحينيه، عملنا الطحينه، عملنا بطعم الساده وبطعم القرفه وبطعم الشوكولا، بنقول التريكات والحركات لها ناسها. انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا، بدأنا حلقتنا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما بدأنا معاكي من يوم السبت اللي فات عملنا لك مهرجان مدارسك عندنا مش في أي حتة تانية، عملنا المربات، عملنا المخللات، عملنا الشوكولاتة الاسبريت، والنهاردة عملنا الحلاوة الاسبريت. عشان أعمل حلاوة بتفاصيلها وحركاتها وتكتها لازم أعمل طحينة. جبت كوباية وربع من السمسم الأبيض، نقيته، حطيته في كازارول، حمصته ياخد لون ذهبي فاتح غامق زي ما انت عايزه. بعد كده يا عم حسن ضفت له معلقه دقيق عشان تعمل له رو، وطعمته سنه بسيطه ملح، حمصته كويس، حطيته في الكبه او في الخلاط وضربته ونزلت عليه زيت ذره لحد ما ربط معايا. بعد كده عشان اعمله حلاوه ساده حطيت على النار كوبايه وربع من السكر مع نص كوبايه من عسل الجلوكوز مع معلقتين ونص ميه، عملتها كراميل بيضة على درجه حراره 116 او العود اللي انت شفتيه بالتيست بتاعه ما عندكيش ترمومتر. وبعد كده ضفت الكلام ده على كوبايتين ونص من الطحينه اللي انا عملتها. بعد كده رحت المكنه حطيت فيها ثلاث بيضات، وبعد كده ثلاثه ابيض بيض وذره ملح وعليت عليهم وعملت لهم كراميل بيضه، ثلاث ارباع كوبايه من السكر، معلقتين من الميه دوبتهم وعملوا عود او درجه حراره 116 ضفتهم عليه، واخدت المرنج بعد ما رفع معايا ضفته على الخليط اللي فيه طحينه وفيه بالساده او بالقرفه او بالشوكولاته. في الاثناء دي تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه فيسبوك قناه الحياه، او من خلال اي رقم تليفون ارض جميع محافظات مصر وجميع انحاء العالم على 38-55-0017. نقول سلام عليكم استاذ شيماء. مساء الفل يا هانم. مساء الفل يا استاذ حسن. تحت امرك. بقول لحضرتك ايه، ممكن اعرف بس طريقه الباتيه بالشوكولاته؟ الباتيه حاضر. المولتو احنا هنعمل المولتو هعمله لك حاضر الاسبوع الجاي، والباتيه هعمله لك يوم الجمعه ان شاء الله بتفاصيله، بعجينه كرواسان سريعه، مش عجينه كلاسيكيه الفرنسويه القديمه، عجينه سريعه تقدري تعمليها وتخلصيها في ساعه وتخمري وتسوي وتدي ولادك اللي انت عايزاه. من عندي قبل العندي هقول لك مقاديره بتاعه الباتيه، وهقول لك كمان المولتون كمان حاجتها عباره عن ايه. تعالى مع بعض نعلق بطعم زبده الفول السوداني. هعمل ايه؟ كوبايه وربع من السكر برضو احطها، معلقتين ونص من الميه احطهم على النار، نص معلقه نص كوبايه من العسل الجلوكوز زي ما انت شايف كده، علق على الكراميل الاول واروح اشوف الطحينه واشوف مكوناتي زي ما انت شايف كده، نص كوبايه من العسل الجلوكوز. يبقى عندي زي ما انت شايف كده يا استاذي، حطيت كوبايه وربع من السكر، معلقتين ونص من الميه، نص معلقه من العسل الجلوكوز، وفي كازارول ثانيه احط ثلاث ارباع كوبايه سكر واحط عليهم معلقتين من الميه، واقول مساء الخير يا استاذه شروق. ازيك يا شيف حسن؟ زي الفل يا حبيبتي الشيف حسن. كل سنه وانت طيب. وحضرتكم جميعا طيبين يا استاذتنا. احنا بنحبك قوي، احلى الفيوم بتحبك قوي والله. ده شرف ليا وسلام خاص لكل الفيوم، قريه قريه ومدينه مدينه. صباح الخير. عاوز اتكلمك يا شيف حسن. الدهاني يا حبيبتي، ربنا يخليها لك ويخليكي لها وتفرح بيك ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هانم.
ازيك يا حبيب قلبي، عامل ايه؟ كله زي الفل بنفس حضرتك انت وكل اسرتك يا الله يخليك يا حبيب قلبي. انا رسم الفيوم ودي بنت شرولة اللي لسه مكلمه حضرتك. ربنا يخليها لك وتفرحي بيها وباحفادها ان شاء الله. يا رب يا حبيبي. وانا اختي برده اختي اللي لسه مكلماك، ويوسف ابني بيموت فيك. يا شرف ليا وتاج فوق دماغي من فوق والله. الله يخليك يا شيف. الله يسافر يا شيف حسن، واحنا عاوزين نشوفك واهل الفيوم كلهم نفسهم كده يشوفوك. ان شاء الله اكون قريب في الفيوم ونكون مع بعض ونعمل احلى ايفنت في الفيوم. انت تجعل علينا قدام تعبك على راسي يا شيف حسن. يا ربنا يخليك يا استاذتنا. الله يخليك ابني يوسف، عاوز اكلم حضرتك. اديني يوسف، ربنا يخليهولي. يا يوسف. ازيك يا شيف حسن؟ يا حبيبي الشيف حسن، ازيك يا عم يوسف؟ عامل ايه؟ كله زي الفل يا يوسف، انت عامل ايه؟ انت اخبار؟ الحمد لله، انا بحبك قوي. وانا كمان بموت فيك، وربنا يخليك لبابا وماما ولاخواتك يا حبيبي. ماشي يا شيف حسن. تحت امرك يا يوسف، تحت امرك. يبقى حطيت السكر الاول بتاع المرنج تلات ارباع كوبايه سكر، وحطيت لها معلقتين من الميه. اما السكر الثاني عباره عن ايه يا عم حسن؟ عباره عن تلات ارباع كوبايه وربع من السكر، وحطيت عليهم نص كوبايه من عسل الجلوكوز، وحطيت عليهم كمان ايه؟ معلقتين ونص من الميه. انضف الحروف بتاعتي وبعد كده اتاكد الابيض بيض بتاعي عباره عن ايه. الابيض بيض انا حاطه في المكنه ليه، في الثلاجه ليه يا استاذي، عشان يساعد الفوليوم. بتفصلي الابيض عن الاصفر وتحطيه في الثلاجه ياخد التبريد، عشان اما نيجي نعمل ايه؟ اما نيجي نحط عليه الملح ونرفعه نحطه يعلى معايا. يا استاذه مها، يا استاذه نعمه، ازيك يا شيف حسن؟ مساء الفل يا استاذه نعمه. مع حضرتك. تحت امرك. زي حضرتك، عامل ايه؟ بعد اذنك. منور الشاشه والله. ده نور اهل اسكندريه وصباح البحر والاسكندريه. وطي التلفزيون لو سمحت. انا يا حاضر. تحت امرك يا استاذه نعمه. احنا بصراحه مش عارفين نشكر حضرتك ازاي على الحاجه اللي بتعملها. احنا موجودين كلنا من اجل اسعاد حضراتكم، ومن اجل معلومات، ومن اجل تعليم بناتنا اللي بيعملوا فيه الجديده، وشبابنا اللي بيشتغل في المهنه. فاحنا عندنا هدف ان احنا نغطي ناس كتيره جدا، حضرتك، وطبعا البنات الصغيره بيعملوا بيوت جديده، والشباب اللي بيشتغلوا في المهنه، كل ده بنقدر نترجته عشان نستهدف الناس دي كلها. انا طالبه من حضرتك طلب. تحت امرك. تهني احفادي. ايوه. عهد ووعد ومهد اسلام. عهد ووعد ومهد. ايوه. ومهد بنبعت لهم احلى تحيه، وخاصه مهد، لانها ان شاء الله بكره داخله كي جي 1. وطب نقول لها كل سنه وانت طيبه، وعقبال الجامعه وعقبال التخرج ان شاء الله. وعهد ابتدائي وعهد ثالثه ابتدائي. عقبال التخرج ان شاء الله، ربنا يخليها لك. افصل خالص. عقبال التخرج ان شاء الله، بنبعت لهم احلى تحيه. افصل من تحت. عقبال التخرج ان شاء الله بمشيئه الرحمن. يبقى عملنا الطحينه ازاي يا استاذي؟ عملنا الطحينه، جبنا كوبايه وربع من السمسم نقناه كويس، بعد كده حمصناه كويس، بعد كده عملنا ايه؟ ضفنا عليه معلقه كبيره من الدقيق ونص معلقه صغيره من الملح، اتحمص كويس جدا جدا وسخن، احطه في الكبه لحد ما اهرسه كويس او افرمه، وبعد كده بنزل عليه بنص كوبايه من زيت الذره لحد نص كوبايه من زيت الذره لحد ما يتجانس معايا ويعمل معايا الطحينه اللي انا عايزها. احطها في الوعاء، اقدر استعملها طحينه عاديه خالص او اقدر اعملها حلاوه طحينيه. عشان اعملها حلاوه طحينيه بعمل ايه يا عم ياسر؟ بحط عندي كوبايه وربع من السكر، نص كوبايه عسل كلوكوز، وبعد كده بحط عليها معلقتين ونص من الميه، وبعد كده بظبطها. يعني ايه بظبطها؟ بدوب السكر مع عسل الكلوكوز مع الميه، ونضف الحروف لحد ما يغلي ويعمل عود. بعد ما اعمل عود بعمل ايه؟ بنزلها على كوبايتين ونص من الطحينه، وبعد كده بجيب تلات ارباع كوبايه سكر تاني، بحط لها معلقتين ميه وادوبها واحطها على النار تغلي بعد ما انضف الحروف بتاعتي وتعمل عود. بعد ما تعمل عود عندي بنزلها على ثلاثه ابيض بيض مع ذره ملح في المكنه يعملوا مرنج، بضيف دي على بعدها اساس الحلاوه الطحينيه الساده. تديها قرفه تبقى بالقرفه، تديها كاكاو تبقى بالشوكولاته، تديها زبده فول سوداني تبقى بطعم الفول السوداني، مع مكعبات الشوكولاته مع مكعبات الفول السوداني، عشان تنجح عندك بكل تفاصيلها. عندي السؤال بتاع الكيكه الاسفنجيه، وعندي السؤال كمان بتاع المولتون، وعندي السؤال بتاعه كمان الكروسان الباتيه، عجينه الباتيه بتاعنا. عشان اعمل كيكه اسفنجيه بكل تفاصيلها وحركاتها وتكاتها، بحط 10 بيضات في المكنه تكون ناشفه ونظيفه،
والمضرب ناشف ونضيف. خدي بالك من التركه دي، لو في نقطه ميه في المكنه او في المضرب مش هتعمل معاكي فوليوم، مش هتعلى معاكي. بحط العشر بيضات وعندي كوبايه وربع من السكر وذره فانيليا وادوبهم على السرعه الاولى لحد ما يدوب السكر. خدي بالك نقطه مهمه جدا، تدوب السكر. لو السكر ما دابش الكيكه هتطلع في الفرن وهتهبط. ليه؟ العمدان بتاع الكيكه الاسفنجيه اللي بتشال عليها دوبان السكر مع البيض. تدوب السكر كويس قوي على السرعه الاولى مع البيض والفانيليا، ترفع الخفق لحد ما تضاعف حجمه اربع مرات. بجيب كوبايتين من الدقيق بديلهم نص معلقه كبيره بيكنج باودر وذره ملح واقلبهم مع بعض، وبفصل المكنه بره، بفصل المكنه بره وبرش الدقيق وبقلب بسباتيول من تحت لفوق. ليه؟ انا حصلت نتيجه الخفق على هواء جوه الكيكه الاسفنجيه. لو انا عملت باي حاجه الهواء ده هيطلع، فلازم اكون حذر، ارش الدقيق بالراحه واقلب من تحت لفوق بحرص شديد. بعد ما اخلص الدقيق بجيب صينيتين مقاس 22 بدهنهم ماده دهنيه وبطنهم بدقيق وعبي الفرن تلتينها. اهم حاجه فرني على درجه حراره 180 ويكون فيه مروحه. يا استاذ ياسر الكيكه الاسفنجيه ما ينفعش تتعمل جوه فرن يكونش فيه مروحه. الكيكه الدسمه الباتسبانيه هي اللي بتتعمل في فرن ما فيهوش مروحه، لكن كيكه اسفنجيه لازم فرن فيه مروحه. ما فيش فيه مروحه مش هتنجح معاكي. خدي بالك ما تقوحيش، ما تجربيش وتبوظي الخامات. عايزه تعملي كيكه اسفنجيه، الكيكه الاسفنجيه تعملي في فرن فيه مروحه عشان من كل حته درجه الحراره مظبوط، فوق تحت الجنب ده الجنب ده درجه حراره مظبوطه. اما الفرن ما فيش فيه مروحه، بيبقى الرف بس الوسطاني هو المظبوط، لكن فوق تحت ما يكونش فيه. بعد ما عملنا الطحينه، بعد ما عملنا حلاوه طحينيه بطعم الساده وبطعم القرفه وبطعم الشوكولاته وبطعم الجبعه زبده الفول السوداني، بنقول التركات والحركات لها ناسها. انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدانا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لمهرجان مدرسك عندنا مش في اي حته. عملنا من يوم السبت المربى، عملنا المخللات، عملنا الشوكولاته الاسبريد، عملنا النهارده الحلاوه الاسبريد بتركات وحركات الشيف حسن وتفاصيلها. تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارض جميع انحاء العالم وجميع محافظات مصر على 38550017. تقدروا تتواصلوا معانا. وفي نفس الوقت النهارده بعد ما عملنا الطحينه طلعنا منها حلاوه ساده وطلعنا بالقرفه وطلعنا شوكولاته. طب هعمل بالفول السوداني يا حسن ازاي؟ برضو احط في المكنه عندي ثلاث ابيض بيض وذره من الملح والمكنه ناشفه ونظيفه وباكد الكلام ده كله. وبعد كده بعمل كراميل بيضه للطحينه وكراميل بيضه للابيض بيض. حطيت كوبايه وربع من السكر، نص كوبايه عسل جلوكوز، معلقتين ونص من الميه، نضفت الحروف اسيبها تغلي، وحطيت هنا ثلاث ارباع كوبايه من السكر وحطيت عليها كمان ايه يا عم حسن؟ حطيت عليها معلقتين من الميه ودوبتهم واشوف حرارتها كام. قدامك التفاصيل والحركات والتكات يا استاذي زي ما انت شايف التفاصيل. وبعد كده احطها تعمل مرنج على المرنج وبعد كده اسوي بتاعه الطحينه. خطواتك كده كلها قدامك. طب ما عنديش ترمومتر يا حسن، هوريكي دلوقتي بالمعلقه تقدري تواصلي معانا. عندنا سؤال على عجينه الباتيه وعجينه المولتو. عشان اعمل باتيه صح بعجينه كرواسان سريعه بجيب 3 ارباع كوبايه ميه و3 ارباع كوبايه من اللبن، ادفيهم في كزرولة على النار. بعد ما يدفوا عندي بعمل ايه؟ بروح ضايفه لهم معلقه كبيره من الخميره واسيبهم يهدوا. تعالى كده شوف يا استاذ ياسر العود اهو قدامك اهو تفاصيلك وحركاتك وتكاتك. اجيب لك واحد تاني اهو قدامك العود اهو على درجه حراره 116 يا تفاصيلك. بعد كده المكنه فيها الابيض بيض وفيها سنه ملح. اروح واخده الكراميل دي تهدى تاخد نفسها شويه وبعد كده اضيفها واحده واحده. خدي بالك اهم حاجه الكراميل تاخد نفسها وتهدى خالص. بعد ما تهدى خالص ابدا اضيفها على الابيض بيض اللي فيه سنه ملح او كريمه بزترتار. يا عم احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم احمد. ازيك يا باشا؟ صباح الفل يا عم احمد. منور الشاشة والله. ده نور حضرتك يا عم احمد. ربي يخليك يا حبيب قلب. ربنا يخليك يا عم احمد. احنا بنتفرج على حلقاتك كلها الجميلة بتعمة دي. ده شرف ليا يا عم احمد. ربنا يخليك. ربي يخليك يا حبيبي. ربنا امين يا رب. امين يا رب. ما تقلش منك ابدا يا رب. تحت امرك يا عم احمد وامورني. بس بسلم عليك وعلى الاستاب بتاعك كله. الف شكر يا عم احمد. ربنا يخليك ليا يا غالي. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك ليا يا غالي.
حاجة أبدا يا شيخ حسن. صباح الفل يا عم أحمد. ربنا يبارك لي فيك يا حبيبي. ربنا يخليك لي يا عم أحمد، ربنا يخليك يا غالي. يا حبيبي. ألف شكر يا عم أحمد. زي ما أنت شايف كده قدامك الكراميل الثانية، كوباية وربع من السكر، نص كوباية من عسل الجلوكوز، معلقتين ونص من المية، درجة حرارة 111، أنا أوصلها 116 وأوريك العود، وبعد كده نبدأ نعمل الخليط الثاني. عشان أعملها يا عم حسن بطعم إيه؟ زبدة الفول السوداني، بديها معلقة زبدة فول سوداني لإيه؟ للكراميل، وأضيفها على الطحينة، وبعد كده نشوف الخطوات والحركات والتكات. أكمل عجينة الكرواسان السريعة اللي يطلع منها الباتيه والدنش. حطيت كوباية وربع من المية، كوباية وربع من اللبن، كوباية إلا ربع من اللبن، وضفت عليها معلقة خميرة ودوبتها على حرارة هادية وركنتها. في المكنة حطيت 5 كوبايات كبار من الدقيق جميع الاستعمالات نمرة واحدة، معلقتين ونص من اللبن البودرة كبيرة، ومعلقتين ونص من السكر الكبيرة، وأحط عليها كوباية ونص من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، وأعملهم خليط رملي. بعد ما الدقيق واللبن والسكر والزبدة أعمله خليط رملي، أنزل عليهم بسائل العجن المية واللبن والخميرة، تبقى عجينة ملبسة، أديها نص معلقة ملح. أخدمها كويس قوي في المكنة، أحطها في بولة وأغطيها وأدخلها الثلاجة لمدة ساعة، وبعد كده أفردها بسمك ربع سنتي وأشكلها بقى كرواسان سادة، كرواسان بالجبنة، كرواسان بالزعتر، بالشوكولاتة، بالكريم، أو باتيه أو دانش العجينة دي. بعد ما تلفيها حطيها في دولاب جيد جيد الإغلاق، وحطي فيها مية سخنة بتغلي، هتطلع معاكي تخمر، هتستعمليها سائل التلميع، أصفر بيض وسكر وفانيليا وقهوة مركزة ولبن، رشيه بالرشاشة أو لما عيب فرشة فرنك على درجة حرارة 190، وما تنسيش تديله توبنج من فوق وتلمع الدنش زي يا أستاذة أحلام. أهلا بك يا أستاذ حسن. مساء الخير يا هانم. حضرتك أنا كنت طلبت من حضرتك الأرجنتي وما نزلتش الطريقة. لا نزل. كان بيعملوا جروبي زمان. لا حاضر 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 حالا. الله يخليك، وليا طلب. حالا. وليا طلب تاني بعد إذنك، لو القلوب الرحيمة، عندي طالب في كلية الطب آخر سنة، حرمينه من الامتحان إلا لما يدفع المصاريف، والمصاريف 15,000 جنيه في الجامعة. طب أنت تسيبوا رقمه؟ سيبوا رقمه لو حد عايز يسدد المصاريف قبل الامتحان. سيبوا رقمه لو حد عايز يتدخل معانا ويساعده، هنوصله بحضرتك واحنا تحت امرك، وربنا ان شاء الله تحت امرك يا استاذ نانسي. الكراميل الثانيه وصلت عود، ادي لها معلقه يا عم ياسر منين زبده الفول السوداني وادوبها جوه الكراميل. زبده فول سوداني يا حسن، تعالى بقى نروح واحنا بندوب كده على الايه الطحينه. بعد ما دوبت زبده الفول السوداني في الكراميل وعندي كوبايتين ونص من الطحينة، أروح جاي أحطاهم في الوعاء ده كده وأنزل عليهم بالكراميل اللي فيها الطعم اللي أنا عايزه، خدي بالك اللي أنا عايزه، والأرجنتال عشان نعمل أرجنتال يا أستاذة صح الصح لازم نعمل له مارينج، ومارينج هنديله فوق ده طبعا الباودر بتاع اللوز الباودر أو بندق باودر. عبارة عن إيه؟ عبارة عن كوباية من الأبيض بيض، هخفقها كويس قوي مع نص كوباية من السكر وذرة ملح، أعمل أبيض بيض مارينج. بعد كده بفصلها وبجيب كوباية من اللوز الباودر أو بندق باودر، وبعد كده بدلها سن الدقيق خفيفة، وطبعا أقلبه بحرص شديد مع المارينج، وبعد كده بقطعه يا إما طويل يا إما مدور، بقطعه بالكيس يا إما شرايح طويلة يا إما مدور، أعمله كيكة عشان أعمل بيه، أدخله الفرن على درجة حرارة 100 3 ساعات يستوي، بعد كده بحشيه بكريمة زبدة وأقدمه يا إما ترانش كبير يا إما كيكات بتركات وحركات الشيف حسن. تحت أمرك يا أستاذة. زي ما أنت شايف كده المرنج استوى، وعندي كل خطواتك استوت، مفيش أي حاجة ناقصة عشان تستعرض معايا وتنزل مقاديرك مرة واتنين وتلاتة. في أي أسئلة تانية ما جاوبناش عليها يا أستاذة نانسي؟ تعالى كده أهو المولتون لسه. تعالي عشان نعمل مولتون بتفاصيل وحركات الشيف حسن، لازم عشان تعملوا مولتون أصلي تستعملي ساور كريم وتستعملي كمان لبن رايب. ساور كريم يعني ايه يا حسن؟ قشطه حمضيه، خدي بالك من التركه، قشطه حمضيه ولبن رايب، 5 بيضات، كوبايتين من السكر، مع كوبايه من الزبده السايحه، كوبايه من الزيت، كوبايه لبن رايب، كوبايه من الساور كريم، كوبايتين من الدقيق، معلقه من البيكنج باودر، سنه بيكنج باودر وشويه ملح مع بعض. الخليط ده كله انسيابي زي بالظبط اكنك بتعملي الفادج كيك. بتجيب الفورمه بتاعه المولتون، بتديها مادة دهنية وبطانية بكاكاو وتعبي تلتينها وتدخليها الفرن، بعد ما تستوي تحشيها بالجناش، وعند التقديم داخلها الميكرويف 10 ثواني وتديها ايس كريم وصوص مع بعض. مين معانا يا استاذنا؟
يا استاذ ادم. استاذ ادم حسن. صباح الفل يا حبيبي الشيف حسن، كل زي الفل يا ادم. انا بحب حضرتك قوي يا شيف حسن وبحب اكلاتك. ده شرف ليا، وان شاء الله تكون مستفيد من برنامجنا يا ادم. اه شيف حسن معلش بس انا كان عندي طلب. اتفضل يا ادم. اعرف طريقه عمل الكب كيك. الكب كيك حاجه تاني غير الكب كيك؟ لا تحت. اه عايز اتكلم حضرتك. الدهان يا حبيبي. انا شيف حسن. صباح الفل يا حبيبي الشيف حسن، وصباح البحر والاسكندرانيه حبايبنا كلهم. انا بحب حضرتك قوي وبحب اكلات حضرتك جدا. انا اهم حاجه عندي تستفيدي من برنامجي عشان تكوني ست بيت شاطره وتشرفينا. تحت امرك يا حبيبتي، اموريني. عايز اعرف يا شيف حسن طريقه عمل التورته. التورته حاضر، حاجه تاني غير التورته؟ لا شكرا. تحت امرك. يبقى عشان نعمل كب كيك ونعمل تورته هنقول التفاصيل والحركات والتكات. عملت لك طحينه، طلعت منها شوكولاته ساده بالقرفه بالشوكولاته بزبده الفول السوداني زي ما انت عارف، كل علب قدامك اهو بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها. عشان نعمل كب كيك، خمس بيضات، كوبايه سكر، ذره فانيليا، يا اما تديها كوبايه زيت او كوبايه زبده سايحه او سمنه سايحه، وبتديها كوبايتين من الدقيق مع معلقه كبيره من البيكنج باودر. دي الاساس بتاع الايه، الكب كيك. تديله كاكاو يبقى بطعم الكاكاو. بعد كده بتعبيه تلتينه في كب كيك، الورق الزبده بتاع الكب كيك. فرنك على درجه حراره 180، 35 دقيقه بعد ما يبرد. تقدري تزينيه بتشوب استكريم، بكريم شانتيه، بكريمه زبده، وتزينيه وتقدميه. اما الكيكه اتفقنا مع بعض، الكيكه الاسفنجيه قلناها ونقولها تاني، 10 بيضات مع كوبايه سكر مع ذره فانيليا، كوبايتين دقيق مع نص معلقه من بيكنج باودر وذره ملح. اهم حاجه تدوب السكر مع البيض مع الفانيليا في الميكسر يكون ناشف ونضيف، وفرنك محقق درجه حراره 180. وطبعا تبدا تعلي الخفق بتاع البيض، بعد ما يعلى عندك هنضيف الدقيق اللي فيه البيكنج باودر، ومعلقه من الكاكاو عشان شوكولا، بعد كده بنرش الدقيق مع الكاكاو مع البيكنج باودر مع الملح ونقلبه بالحرص الشديد، بنعبيه في الفرن وندخله الفرن على درجه حراره 180 لمده 35 دقيقه، والفرن لازم يكون فيه مروحه. وعيش يا عم ياسر، وعيش كل ساده مشاهدينا. We'll be right back.
بعد ما عملنا الطحينه وطلعنا منها الحلاوه الساده والحلاوه بالقرفه وبالشوكولاته وبزبده الفول السوداني، بنشكر كل مشاهدينا في جميع انحاء العالم، بنشكر كل طاقم الحياه، بنشكر طاقم الشيف حسن. بكره نشوفكم في حلقه خاصه من برنامجكم اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه من واحده للساعه 2:30. هتروحوا فين؟ تريكات حركات اكاديميه هنا مش في اي حته تانيه. انتظروني.